التقى رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد للتعايش السلمي سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة في العاصمة الروسية موسكو التقى النائب الأول لرئيس مجلس مفتي روسيا والإدارة الروحية للمسلمين في الاتحاد الروسي رئيس مكتب مجلس المفتين لروسيا ورئيس الإدارة الروحية لمسلمي منطقة موسكو سماحة المفتي روشان رفيقوفيتش عباسوف حيث ناقش الجانبان السبل الكفيله بتقويه اطر التعاون المشترك في مجال الارتقاء بمفاهيم السلام والتسامح والتعايش السلمي واستعرض الشيخ خالد مع المفتي عباسوف ابرز اهداف وانشطه مركز الملك حمد للتعايش السلمي والمستنده الى توجيهات ورؤى صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى الراميه الى جعل مملكه البحرين نموذجا عالميا في التعايش السلمي وحوار الحضارات والاديان. مؤكدا ان مركز الملك حمد للتعايش السلمي يسعى الى بناء جسور متينه من التواصل البناء مع مختلف المؤسسات الدينيه والاكاديميه والبحثية في روسيا وأوروبا بما يخدم هذا الهدف الأسمى وأكد الشيخ خالد خلال اللقاء على أهمية التواصل مع المسلمين في كافة أنحاء العالم مشيدا بقيم التسامح والانسجام العرقي التي تتمتع بها العاصمة الروسية موسكو والتي تطورت في السنوات الأخيرة كما ثمن دور مسجد موسكو الجامع وهو اكبر مسجد في اوروبا في بث روح التسامح والمحبه بين كافه ابناء الشعب الروسي كما تعدى دوره الاسلامي في تقديم دورات تعليميه للشباب وتوعيتهم باهميه مبادئ التسامح والتعايش لحمايتهم من براثن التطرف والارهاب بدوره حيا سماحة المفتي روشان رافيقوفيتش عباسوف عاليا روح التسامح وحب الاخر التي يتحلى بها جلالة الملك المفدى والتي تجعله صانع سلام حقيقيا مشيدا بما يبذله جلالته من جهود مباركه للنهوض بالمحبه البشريه والسلام على مستوى المنطقه والعالم في وقت بالغ الحساسيه والاهميه يشهد عده صراعات واحداث عنف لا تحمد عقباها. واستذكر سماحه المفتي عباسوف تفاصيل زيارته الاخيره الى مملكه البحرين وتشرفه بلقاء جلاله الملك والذي وصفه بالتاريخي، منوها الى ان زيارته توجت بتوقيع اتفاقيات تعاون في مجالات كثيره ابرزها تعميق الصلات والتاكيد على مبدا التعايش والتسامح. كما عبر سماحه المفتي عباسوف عن تقديره لمركز الملك حمد للتعايش السلمي فيما يبذله من مساع دؤوبه لنشر ثقافه التسامح والتعايش السلمي التي تنعم بها مملكه البحرين الرائده في هذا المسعى الفريد من نوعه على مستوى منطقه الشرق الاوسط